للحديث إذن عن انتهاكات الميليشيات وجرائمها في ديالى وتصاعدها مؤخرا، معنا من واسط الكاتب والباحث السياسي جبار اليسري، حياكم الله. إذن قائم مقام قضاء بعقوبة أكد أن جهات رسمية تقف وراء اغتيال الطبيب أحمد طلال المدفعي، إلى أي مدى يكشف هذا التصريح عن مشاركة السلطات الحكومية بهذه الجرائم أو غض الطرف عنها ضد السكان والخبرات العلمية والناشطين بشكل ممنهج؟ نعم أخي، حياكم الله. طبعا بداية أتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الشهداء العقيد الطيار سعد محسن البليمي والدكتور أحمد طلال المدفعي والأستاذ عبد الرسول الأنباري الذي أيضا طالته يد الغدر قرصه المسير. مسلسل الاغتيالات مستمر منذ بداية الاحتلال وحتى يومنا هذا ولن يتوقف. استهداف الكفاءات والخبرات والكوادر العراقية لن يتوقف، ما زال هنالك حكومة تابعة لإيران وقضاء مسيس وأجهزة أمنية شبه عاجزة عن تأمين الأمن والسلامة للمواطن العراقي. ولا نستبعد أبدا بما أنه عاد مسلسل الاغتيالات أيضا سيعود مسلسل التفجيرات بالسيارات المفخخة والعربات المفخخة، وهذا جيدا الميليشيات الإرهابية الإجرامية التابعة لإيران. وإذا لم يتحرك الشعب العراقي فإن هذه الممارسات الإرهابية سوف تستمر وتتطور وتأخذ مناحي وطرق جديدة. وكما نعرف ويعرف أهل ديالى أن ديالى محتلة من قبل إيران وكل العناصر، وإيران تضع كل ثقلها في ديالى من أجل إرهاب المواطنين العراقيين ويعني مساومتهم، أما التعاون مع الميليشيات الإيرانية أو الأخوة الموت. لماذا ديالى بالتحديد؟ تفرير، إذا صح التعبير انه يراد تفريغ هذه المنطقه المحاذيه لايران وخاصه ديالى، التركيز على ديالى له ابعاد يطول الخوض فيها، ولكن التركيز على ديالى، ديالى تعتبر ثقل ايران في مع العراق. يعني لا يريدون التضحيه بديالى كما هو جنف الصخر، جنف الصخر قاعده ايرانيه بحته لا يستطيع الوصول اليها اي مسؤول عراقي. يعني يراد ترسيخ الفوضى كما قال مقام قضاء بعقوبة في ديالى. نعم أخي، ليس الفوضى وإنما تغيير التركيبة الديمقراطية. آخر الإحصاءات تقول إن هنالك أكثر من 15 مليون مستوطن دخل العراق خلال 20 سنة منذ بداية الاحتلال، تم توطينهم وتوجيههم على المناطق لتغيير التركيبة الديمقراطية بهذه المناطق من سامراء وأديالة والموصل وصلاح الدين وحزام سامراء بالذات. يعني حزام سامراء تم توطين مئات الآلاف من الأفغان والباكستانيين والهنود بين قوسين بين هلالين الشيعة، يعني ماذا؟ وهذا كله يتم طبعا بتواطؤ أمريكي صهيوني بأن يصبح عرب العراق في المستقبل، يعني على المدى ليس البعيد وإنما على المدى القريب، العرب بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو المذهبي أو الديني سوف يكون في المستقبل القريب، يعني خلال العقود الخمسة القادمة سوف يصبح العرب عرب العراق القريب في هذا البلد. يعني محاولة أيضا الحكومة أو هذه الميليشيات الباس المجازر لنقول أو الجرائم الطائفية التي تحدث وخصوصا في ديالى، الباس لبوس النزاع العشائري، هل سيقنع الرأي العام بهذه التسويغات ويبرئ الميليشيات؟ لا أبدا، عاش العراقيين على مدى ليس بهذا وإنما ألاف السنين متآخين متحابين في هذا البلد، ولن يعرف الطائفية ولن يعرف العنصرية والمناطقية، وإنما هذه كلها إفرازات الاحتلال، إفرازات الاحتلال الأمريكي الصهيوني الإيراني للعراق. والنتيجة الآن أكثر من 5 مليون عراقي أو 7 مليون عراقي خارج العراق، وهذه المناطق الآن بما فيهم
المناطق التي اجتاحها داعش طبعا بالتواطؤ مع الاحتلالين الايراني والامريكي، ايضا تم تهجير اكثر من 30 سكانها، والناس تعيش اما بالعربات المخيمات او تعيش في الدول المجاوره. نعم. طيب يعني امام هذه الجرائم اذا لماذا تحول الناشطون في ديالى ليكونوا المستهدف الاول بدل الكشف عن مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم؟ لا يوجد قانون في العراق ولا يوجد سلطات امنيه مستقله تستطيع ان اليوم اي جريمه في العالم بفضل وجود التقنيه الحديثه سواء التليفون او الانترنت او قنوات التواصل يستطيعون كشف الجريمه في خلال ساعات وليس خلال يعني وليس خلال ثواني، وما خلال ساعات يتم يعني تحديد مكان المجرم او مكان المستهدف او المستهدف و القاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم. ولكن القضاء العراقي والاجهزه الامنيه عاجزه ومرعوبه وخائفه من الميليشيات. اليوم السطوه الاساسيه على هذا البلد هي الميليشيات المواليه لايران التي تتمتع بحصانه سياسيه ومذهبيه ولديها وتتحرك بواسطه العجلات والاسلحه الامريكيه. امريكا التي تدعي انها تحارب الميليشيات وتمنع الميليشيات وتحدث بين الحين والاخر خلافات من خلال ضرب السفاره او تهديد السفاره او تهديد القواعد الامريكيه، هذا كله كذب وافتراء وضحك على عقول العراقيين. الميليشيات اليوم المواليه لايران لها اليد الطوله بالهيمنه على المشهد الامني والسياسي والعسكري وحتى الجيش العراقي، الجيش العراقي عاجز على تامين ليس الحدود وانما تامين المناطق السكنات العسكريه التي يوجد فيها. نعم. اخيرا اي رسائل يبعثها قرار نقابه صيادله محافظه ديالى تعليق العمل في صيادلات المحافظه حتى اشعار اخر، طبعا احتجاجا على اختيار طبيب احمد المدفعي، هذا الموقف الى اي مدى يؤكد وجود حرك مجتمعي يمكن ان يتحول الى مؤثر رافض دماء لما يجري في ديالى؟ الحراك الشعبي اخي في كل انحاء العراق، الشعب العراقي يرفض هذه الممارسات الارهابيه، وليس فقط نقابة الأطباء هنا وهناك أو نقابة المهندسين أو نقابة الخريجين العاطلين عن العمل، وإنما أنا حقيقة أطالب وأناشد أبناء الشعب العراقي والمنظمات حقوق الإنسان في العالم وداخل العراق أن يتم تدوين قضية حماية الشعب العراقي. القضية العراقية يجب أن تدول ويجب أن يطلب الشعب العراقي الحماية الدولية، لأن هذه الهلالين هذه الحكومه غير قادره على تامين الامن لهذا الشعب، ولا تستطيع ان تامين لقمه العيش والطاقه والخدمات، ولهذا يجب تدويل القضيه العراقيه وصولا لانهاء هذه الحاله الشاذه واعلان حكومه طوارئ في هذا البلد لمده سنتين الى ان يستتب الامن ويتم محاسبه كل هؤلاء المجرمين. وحقيقه انا اقول وأوجه هذه الرسالة مباشرة إلى هؤلاء القتلة والمجرمين، أن هذه الجرائم التي تم ارتكابها بحق العراقيين منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا، وحتى أن يقضي الله أمرا جانبه له، سوف ولن تسقط بالتقادم، وإن يوم القصاص ويوم الحساب قادم لا محالة. الكاتب الباحث السياسي إذن جبار ياسري من واسط هاتفيا، شكرا جزيلا لك.